والإنسان حينما يريد أن يحرم أيها الإخوة لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يمر بالميقات فيجب عليه أن يحرم من الميقات، والحال الثانية أن لا يمر بالميقات ولكن يحاذي الميقات فيجب عليه أن يحرم بالمحاذاة. وضابط المحاذاة، ضابط المحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين الميقات الذي حاذاه ومكة. فمثلا إذا قلنا إن ذو الحليفة يبعد عن مكة نحو 400 كيلو، شخص قدم إلى مكة ولم يمر بالميقات لكن سيحاذي ميقات ذي الحليفة، متى يحرم؟ نقول إذا بقي على مكة بالنسبة إلى 400 كيلو يحرم. فضابط المحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين الميقات وبين مكة، لأن المحاذاة قد تتأتى حتى الأمام، يعني على مثلا هذا العمود قد أحاذيه هكذا وأحاذيه إذا تجاوزت وأحاذيه إذا سويت، فهذا ضابط المحاذاة. الثالث، القسم الثالث أو الحالة الثالثة، من لم يمر بميقات ولم يحاذي ميقاتا قال العلماء يحرم على بعد مرحلتين من مكة كأهل سواكن في السودان، فإنهم لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا فيحرمون من جدة لأنها أقرب نقطة يابسة بالنسبة لمكة. الحال الرابعة، من كان بين مكة والمواقيت فيحرم من مكانه كأهل جدة والزيمة وأبحر وبحرة ونحوهم. القسم أو الحال الخامسة، من كان في مكة فإنه يحرم من الحل، وأما للحج فيكون إحرامه من مكة. نعم.